مؤسسة قادمة من مختلف ولاية الوطن لعرض منتوجات من أجود أنواع التمور الجزائرية، بحثا عن مجالات أوسع للتصدير وترقية نشاطات الصناعة التحويلية. يعتمد على الروماتيريال، المادة الأولية من نواة التمر كانت ترمى سابقا، كيف نحولوها ونطوروها بتقنية جديدة. لوبجيكتيف تاعنا، الهدف تاعنا باش يكون كنموذج لمشروع عالمي هنا في الجزائر. من 1990 رانا نصدروا تقريبا 5000 طن، وفي أكثر من 25 بلاد في 5 قارات. منتوجات راقت لزوار الصالون من مختلف الدول. التمور ما شاء الله صراحة جودة ممتازة جدا، أعجبني فيها أيضا حلاوتها اللي موجودة. طبعا هناك أنواع كثيرة ما شاء الله. دقلة نور مشهور عالميا وسمعته جيدة، لما يعني يملك من مجالات استخدام واسعة. مكانة الصناعة التحويلية لاقتحام الأسواق العالمية فرضت تقديم التسهيلات اللازمة لحث المصدرين على الاستثمار في هذا الميدان. مجموعة من الملحقين التجاريين يحضرون من يعني عن طريق وزارة الخارجية، وسوف يلتحقون بمختلف السفارات الجزائرية الموجودة في الخارج للترويج أكثر للمنتوج الجزائري. التحديات الاقتصادية الراهنة تحتم تنويع الصادرات والرهان على جودة التمر الجزائرية.